روى مصدر أمني تفاصيل الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف حاجزاً أمنياً لقوات دفاع شبوة عند المدخل الشرقي لمدينة عتق عاصمة المحافظة. وقال المصدر أن سيارة انغماسية نوع هيلوكس غمارتين أوقفت لغرض التفتيش في الحاجز الأمني المؤدي إلى مدينة عتق من ناحيتها الشرقية، وكانت المركبة تقل على متنها 4 عناصر. وأضاف المصدر أن الجنود المناوبين قاموا بروتين العمل الأمني المعتاد، إلا أن العناصر باشرت بإظهار الأسلحة وإطلاق النيران باتجاه الجنود مباشرة. وذكرت مصادر محلية أن 2 دعم من نوع شاص تقدمت فور البدء بإطلاق النار، وقدمت الدعم للعناصر الإرهابية وأقلتهم من موقع الحاجز الأمني. وأشارت المصادر إلى أن الجنود اشتبكوا مع العناصر الإرهابية لنحو 12 دقيقة، مما أسفر عن استشهاد 5 جنود وإصابة 5 آخرين دون أن يتلقى الجنود مساندة من أي قوات أخرى قريبة من الموقع. وأفادت المصادر أن الإرهابيين نفذوا هجومهم على نقطة دفاع شبوة بتكتيك قوات المشاة، وبعد تنفيذ العملية وصلت عدد من الآليات العسكرية التابعة للقوات الخاصة ومكنتهم من الإخلاء عبر طرقات جانبية ومرت بالقرى المحيطة بالموقع.